بسم الله. النهارده ان شاء الله هنشوف مع بعض اداه اسمها ام اي بي هايلايتر. يعني انا عايز اعمل هايلايت على الكهرباء مثلا او على سيستم معين بحيث ابدا اركز فيه، فبديله المعين، فبقول له اد هايلايت، بقول له مثلا عايز كل الميكانيكال، فبيبدا يعمل هايلايت على الميكانيكال بس او عايز الكهرباء، وبختار اللون اللي انا عايزه او سيستم كلاسيفيكيشن. انا مثلا عايز الوتر بس، فالوتر هياخد اللون الاحمر وبقية الحاجات هتاخد لون برتقاني اعتقد اللون دوت. طيب يبقى في شفافية شوية لو انت عايز في كل الفيوهات ولا الاكتيف فيو بس اللي الفعال معايا دلوقتي، فبتبدأ تشوف ايه اللي انت عايزه. تمام. ممكن تقول له مثلا انا عايز بالسيستم نيم، عايز مثلا اللي هو السيستم نيم دوت ياخد لون معين، فبيبدأ يديه اللون والباقي كله يديه لون خفيف، او مثلا الكهرباء، وبعد كده بتقول له كلوز، فبتلاقي الكهرباء كلها خدت لون احمر وبقيه الحاجات الام اي بي واخده لون برتقاني على ما اعتقد. هو شكله برتقاني يعني، معرفش اذا كان فيه فحلوقي ولا بيسموه ايه. لما تخلص خالص وعايز تخفي التلوين دوت بتقول له ريموف هايلايت. رابط الاداه اسفل الفيديو.